برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، أقيم في مدرسة لاتين الفحيص الثانوية الشاملة حفل تخريج الفوج 23 للفرع العلمي والفوج 15 للفرع الأدبي. واشتمل الحفل الذي حضره مندوبا عن سموها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران لاتين في الأردن، ونواب وجهاء ومسؤولو المنطقة، وكهنة كنائس الفحيص الرسولية والراهبات، وجمع غفير من أولياء الأمور على عدد من الفقرات، منها دخول مواكب الخريجين وكلمة لمديرة المدرسة سمر سميرات وفقرات غنائية وكلمات للخريجين. وفي ختام الاحتفال قام سيادة المطران ويليام الشوملي بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية وجائزة المرحومة الدكتورة منال جمو على الطلبة المتفوقين. هو ضرب رصاص خلي رصاصك صايد، اضرب رصاص وخلي رصاصك صايد، حنا الشباب ما بينا واحد هايل، حنا الشباب وما بينا واحد هايل، ابشر يا الأردن حنا رجالها ما تخيب الظن، ابشر يا وطننا وابشر يا الأردن ما نخيب الظن، وشياني مطويقي هاي 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 هاي